السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ نشرب ونجاوب، نشرب ونجاوب. ازيكم يا جماعه؟ اول حاجه عايز اقولها لكم بس كده، لما حد بيسالني على حاجه ويلاقيني بس بتاخر انا برد شويه. انا طبعا مش بقول ان انا يعني اكتر واحد مشغول في الدنيا، بس انا عايز بس في نقطه عايز اوضحها. لما حد بيبعت لي مثلا يسالني على حاجه ويلاقيني بتاخر في الرد، والاقيه بيفضل يبعت هنا ويبعت هنا ويبعت هنا، وبدخل الاقيه بعت في كل حته، انا والله عايز بس في نقطه عايز اوضحها. انا بقى واحد بشتغل من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 6 بالليل، اخلص شغلي ما بينفعش اقعد اتكلم اسيب شغلي واقعد ارد على اسئله او اقعد ادخل على اليوتيوب، شغلي ببقى مش في اي حاجه تانية خالص. الحاجه التانية انا برجع من الشغل بطلع على التمرين، بخلص التمرين وبرجع لو بصور فيديو، الفيديو مثلا ممكن اصور فيديو في اول الاسبوع وفيديو في اخر الاسبوع، بصور الفيديو وبعمل اديت والكلام ده كله، ممكن الموضوع بياخد مني يومين او 3 ايام، فثلاث ايام في اول اسبوع وثلاث ايام في اخر اسبوع وانا بعمل كل حاجه بصراحه لوحدي، فالموضوع بياخد وقت. والناس اللي بتطلب مثلا فيديو ولاقيني مثلا بتاخر عليه في الفيديو اللي بيطلبه مني، انا مش بعمل كده والله غتاته، يعني انا ببقى بعمل مجهز انا هعمل كذا وكذا وكذا ورا كذا وكذا، فالموضوع بيجي بس بالترتيب. فما تقلقوش، اللي عنده اسئله هحاول اجاوب على كل الاسئله، واللي ما بجاوبش عليه في الفيديو مثلا دلوقتي هرد عليه في الكومنت، واللي ما بردش عليه في الكومنت ممكن ارد عليه على الانستجرام، وممكن مثلا سؤال تلاقيني ما جاوبتش عليه ولا هنا ولا هنا ولا هنا، فتلاقيني اعمل فيديو اجابه للسؤال اصلا مخصوص، لان ممكن سؤال يكون اجابته عايزه فيديو كامل. محدش يزعل مني، بحبكم كلكم، بحبكم كلكم. يلا نبدا. اول سؤال من احمد الضوي: كوتش، انا كنت بتمرن بقالي سنه ونص وزدت عضل من 6 ل 7 كيلو، ووزني زاد من 88 ل 94، والمشكله ان نسبه الدهون عندي كانت 34 ومحدش كان بيصدق ده. انا مش عارف ليه محدش كان بيصدق ده، هل ال 34 مثلا مش باينه عليك ولا تقصد ايه؟ انا مش فاهم اول الحته دي. وكل ده كان قبل الكورونا، بعد كده قعدت فتره كورونا مخزني زاد ل 102 ونسبه الدهون ل 38 وبرده مش باين عليا، فانا المفروض اخس 20 كيلو، معايا شهر بالظبط او شهر ونص، فاي انسب دايت ليا؟ وعارف اني هقع عضل جامد، بس كده كده انا هاخد كورس استرويدز طولي 180، عندي 18 سنه. اولا ليه طيب انت مفيش قدامك غير شهر او شهر ونص؟ وليه تسيب نفسك توقع عضل؟ لو انت واحد نسبه الدهون عندك 34%، عمري ما هنصحك ان انت تاخد دايت قاسي، ابدا تنشيف عادي جدا، خد الموضوع واحده واحده. ما عمري ما هاجي اقول لك اعمل بي اس ام اف او اقول لك قلل سعراتك النص، انا ما بنصحكش بكده خالص، خد الموضوع بالتدريج. انت 18 سنه، يعني انت بتتكلم فيه ده اصلا ممكن ياخد منك كام شهر؟ 5 شهور مثلا على ما توصل لنسبه دهون كويسه. تاني حاجه، انت عندك 18 سنه وبتفكر من دلوقتي انت تاخد كورس استرويد، ما تاخدش كورس استرويد، وده من وجهه نظري انا. لو انت عايز تاخد السكه دي انت حر، دي بتاعتك، عمري ما هنصحك او اقول لك روح خد استرويد. انا ضد الموضوع ده، مش ضده علشان انا ما بحبش الناس اللي بتعمل كده. بص انا عايز اوضح لك نقطه، ان انت تقارن نفسك بواحد بياخد استرويدز وبيطلع على الستيج ما ينفعش. انت لو عايز تاخد استرويدز عشان تتصور على الانستجرام ويبقى جسمك حلو على البحر، عمري ما هوافق على اللي انت هتقوله ده. لو انت واحد هتطلع على ستيج هقول لك ماشي، دي ناس اختارت ده عشان ده يبقى زي شغله، ده اكل عيشه، ده الطريق اللي هو ماشي فيه، خلاص هو خد السكه دي وعارف ان فيها ريسك، لكن هو اشتغل الشغلانه دي بكل عيوبها. معلش هقول لك على حاجه، الراجل اللي بيشتغل في محطه طاقه نوويه، هل هو الراجل اللي بيشتغل في محطه طاقه نوويه ده مش واخد ريسك؟ وريسك كبير. العامل اللي واقف على سقاله، الراجل ده اشتغل الشغلانه دي، هل الشغلانه دي ما فيهاش ريسك؟ وهكذا وغيره، كل الشغلانات دي فيها ريسك، لكن ده شغله، هو خده كله على بعض. واحد هيجي يقول لي انت بتقارن اللي شغال في مفاعل نووي باللي طالع على الستيج عشان يعمل لي بجسمه مش بتاع؟ معلش يعني هقول لك كلمه بسيطه، اقول لك انت مالك اصلا، كل واحد حر. هو شايف ان هو كرييتيف في الحته دي، خلاص هو خد السكه دي هو حر. لكن انت تاخد استرويدز مجرد انت عايز تاخد استرويدز وشكلك يبقى حلو، ما انصحكش. تاني حاجه، اوصل الاول للماكسيمم بوتنشال بتاع جسمك، اوصل للماكسيمم تقدر توصل له اصلا طبيعي، وبعد كده اطلع المرحله اللي بعدها استرويدز. مفيش حد يبدا استرويدز على طول، وشوف انت الاول، خد لك 3 4 سنين مثلا تمرين بتركيز كل حاجه، هات اخرك اخرك، وبعد كده اطلع لمرحله الاسترويد. فدي اجابتي على السؤال ده. اوكي، السؤال الثاني، محمود اشرف: لما العب العضله مرتين في الاسبوع وكل مره بلعب 21 مجموعه هارد سيت، يعني 42 مجموعه في الاسبوع، ده كده يعتبر اوفر تريننج ولا لا؟ مع اني ماشي على 1500 كالوري، كنت بخس بقالي سنه وطولي 190 ووزني 90. شوف، فان انت تعمل 42 ست انا شايف ده كتير جدا طبعا. ليه تعمل 42 ست؟ انا دايما بشوف ان من 10 لواحد لسه مبتدئ ل 20 لواحد ادفانسد ومستواه كويس تمام. عايز تعلى عن ال 20 شويه توصل 25، توصل يعني 30 لو انت تود مفرتكها، يعني هقول لك اوكي ماشي براحتك دي ترجع لك. او ممكن مثلا اقول لك انا عملت الاسبوع ده 40 مجموعه وهعمل الاسبوع الجاي 40 مجموعه، عادي هقدر اعملها، مش بقول لك ان انا مش هقدر، بس هل انا جسمي هيصمد؟ هل انا جسمي هيستحمل الضغط ده كله؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. تاني حاجه، 1500 كالوري على وزنك وطولك قليل جدا جدا، علي الكالوريز بتاعتك شويه، مش داخل حرب يعني، علي الكالوريز بتاعتك شويه وخد الموضوع بالهادي عشان تكمل في الموضوع، والا الموضوع هيبوظ منك كله. زياد محمد: ازاي اعمل كتله عضليه محترمه وانا في عجز من السعرات؟ ممكن تعمل كتله عضليه عامه ويكون شكلك ان انت بتتمرن، مش هقول لك كتله عضليه محترمه ان انت جبت اخرك، لو انت واحد لسه بتقولي هادي في التمرين هتعمل كتله عضليه وانت مقلل السعرات بتاعتك.
لكن انت بقى تبني كتله محترمه وانت في عجز من السعرات عمر ده ما يحصل. سمير محمد: كان في حد سال عن الطاقه قبل التمرين من غير المكملات، انا ممكن اقترح القهوه الامريكاني ساده بدون سكر لو ممكن تتعمل كولد برو وتتشرب قبل التمرين بحوالي 45 دقيقه، النتائج بتكون ممتازه شكرا. هو ده مش سؤال بس انا لقيته اجابه على سؤال، بس حبيت اوضح نقطه. انا لما اتسالت في الفيديو اللي فات ده ايه احسن حاجه اخدها قبل التمرين، انا اتكلمت من ناحيه الاكل مش من ناحيه القهوه او الحاجات اللي هي ستيمولنت اللي ممكن تساعدك اكتر، لكن انا ما قلتش قهوه لسبب. معظم الناس بتتمرن بالليل بعد شغلها، بعد ما يخلصوا جامعتهم، بعد ما يخلصوا مذاكرتهم، معظمهم بيتمرنوا بالليل. فانا ما بفضلش اصلا انت تشرب قهوه بالليل، يعني انت اصلا انا بشوف ان اخر كوبايه قهوه المفروض تشربها في اليوم بتكون الساعه 1 مثلا الظهر، لو انت واحد مثلا منظم نومك وبتنام الساعه مثلا 11، فشايف مثلا 1 2 اخر ما تشرب فيه كوبايه قهوه. حتى البري ورك اوت ما بنصحش الناس تاخد بري ورك اوت اصلا لو بتتمرن بالليل، مع ان انا ساعات باخد بري ورك اوت بالليل بس ساعات ما بيبقاش فيه قدامي وما بقاش قادر وبتاع، بس ده مش الصح ومش احسن حاجه. لو انت عايز تاخد مكمل وانت بتتمرن بالليل هنصحك رقم 1 سترولين ماليت. سترولين ماليت ميزته ان هو اولا بيساعد جسمك ان هو يعمل ارجينين، غير ان هو بيديلك بامب في التمرين كويسه جدا، بالاضافه ان هو ما فيهوش كافيين، فدي الميزه اللي فيه. لو سمحت يا كابتن عايز حضرتك تعمل فيديو مقارنه بين التمارين واسلوب التمرين اللي المفروض نلعبها عشان نعمل تضخيم، والتمرين المفروض نلعبها عشان نعمل تنشيف، وكمان محتاج اعرف اكل ايه قبل التمرين واكل قبل التمرين بكام ساعه، وكمان عايز اعرف اكل ايه بعد التمرين. طبعا هنا في كذا سؤال بس لانهم هو كلهم اجاباتهم سريعه فهنقولهم. اول حاجه تمرين التضخيم عن تمرين التنشيف قلنا اكتر من مره نفس التمارين، التمرين انت بتلعبه وانت بتضخم خليك محافظ عليها وانت بتنشف، مفيش اي اختلاف. اكل ايه قبل التمرين وبكام ساعه، واكل ايه بعد التمرين وبكام ساعه. تاكل ايه قبل التمرين؟ مدارس هنا اختلفت شويه. من وجهه نظري انا واللي انا بفضله واللي انا بشوف ان هو بيجيب نتيجه احسن، ان انت قبل التمرين بتاكل بساعتين مثلا، وكون الوجبه اللي انت بتاكلها مش ما تدبهاش، بس الاكله بتاعتك تكون عباره عن مصدر بروتين ومصدر كربوهيدرات ومعاه شويه دهون، بس الدهون ما تكونش قليله قوي ضايعه وما تكونش كتير قوي اوفر، يعني حاجه بسيطه. اول حاجه بروتين، انت كده كده محتاج بروتين قبل التمرين عشان تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك على قد ما تقدر. بالنسبه للكارب هي اللي هتديك الباور في التمرين. نيجي بقى للحته بتاعه الدهون، ليه انت بتاكل دهون؟ لو انت هتاخد سيمبل كارب او هتاخد كومبلكس كارب، يعني لو حاجات الجلايسيميك اندكس بتاعها عالي او الجلايسيميك اندكس بتاعها قليل مش هتفرق كتير، لان في وجود الدهون مع اكلك ده الدهون نفسها هتقلل من موضوع السبايك في الانسولين شويه، فهتخلي الطاقه تفضل عندك فتره اطول في التمرين. فده وجهه نظري. بروتين مثلا حوالي 30 جرام بروتين، كان بوم مثلا حوالي حاجه تكون فيها 30 جرام كارب، وخلينا نقول مثلا الدهون يا سيدي معلقه زبده فول سوداني مثلا ماكسيمم، مش اكتر من كده، اكتر من كده هتتقل فبلاش. فده بالنسبه للاكل قبل التمرين. بالنسبه لبعد التمرين، ان انت تاكل على طول بعد التمرين عشان تلحق العضل بتاعك قبل ما يقع، الكلام ده كله هكس عادي. انت البروتين ماسل سينثيس بتاعتك بتبقى شغاله اكتر من 24 ساعه واكتر من 48 ساعه، فعادي مش لازم تاكل بعد التمرين على طول، ما انتش مضطر. بس لو هتاكل بعد التمرين اي وقت بعد التمرين عامه عايز تاكل تاكل، بس في نقطه، لما انت بتدخل كارب على طول بعد التمرين في مدرستين، في ناس بتقول لك ان ده احسن عشان بيزود الجلايكوجين في العضلات تاني، وفي مدرسه ثانيه بتقول لك ان انت لما بتدخل كارب بعد التمرين فانت كده بتقلل من الجروث هرمون، لان الكارب عامه لما بتزيد مع الانسولين بيزيد الجروث هرمون بيقل. انا بصراحه شايف ان الموضوع يعني مش محتاج التعقيد ده كله، انا شايف ان الموضوع عادي، انت خلصت تمرينك روحت بيتك شربت الشيك بتاعك لقيت نفسك جعان كل، انا بشوف كده بصراحه، يعني مش شايف ان الموضوع موضوع قهر يعني، مع ان السؤال كنت فاكره هيبقى اسرع من كده بس خد وقت. معتصم كت: سؤال صغير، كيف بحدد الوزن اللي ارفعه؟ السؤال صغير بس يحير، السؤال يا معلم اجابته طويله بس هقول لك في السريع كده. اولا انت بتحدد الاوزان اللي انت بترفعها على حسب هدفك، يعني لو انت هدفك باور ليفتنج فانت بتشيل اوزان تقيله وعدات قليله، لو انت هدفك ضخامه عضليه فانت بتشيل اوزان اللي تقدر تجيبها عدات من 6 ل 12. طب تحدد الوزن ده ازاي؟ انا فاهم قصدك، تحدد بقى ازاي، ادخل اشيل 5 ولا اشيل 10 ولا اعمل ايه بالظبط. خلينا نقول مثلا ان انت واحد رايح النهارده تلعب تشيست وهدفك ان انت تعمل ضخامه عضليه، فتركز ان انت بتجيب عدات من 6 ل 12، حلو، هتشيل الوزن اللي تقدر تجيب بيه العدات من 6 ل 12، لكن هل ده معناه ان انت تيجي في العده السادسه او العده ال 12 تكون بتموت ومش قادر تشيل وزن وعايز واحد يجي يساعدك من ورا؟ لا، موضوع انت تتمرن لحد الماسل فيلير او لحد العده اللي انت بتجيب اخرك فيها، الموضوع ده كلنا كنا بنعمله زمان وعارفين ان هو ده اللي المفروض كنا بنعمله والقصص دي كلها. الابحاث الجديده لقت ان الموضوع ده بيأثر عامه على جهازك العصبي وبيخليك مع الوقت بتتعب اكتر في التمرين، فعملوا معيارين للوزن اللي انت بتشيل بيه. اول معيار هو حاجه اسمها ريبس ان ريزيرف، يعني المعيار ده من 1 ل 10. لو انا مثلا جيت النهارده قلت لك انت هتعمل التمرين ده والريبس ان ريزيرف بتاعتك هتكون 7، معناها ايه 7؟ بتاخد السبعه دي تطرحها من 10 يبقى لك 3، يبقى انت معناه ان انت هتشيل الوزن اللي انت لما توصل للست عدات تقدر تجيب 3 كمان، بس مش هتجيب التلاته دول، عرفت قصدي؟ المعيار الثاني بيقارنوه بالوان ريب ماكس، يعني مثلا بيشوف انت
الوان ريب ماكس بتاعك كام؟ لو انت تقدر مثلا بتشيل في التمرينه دي 100 كيلو، فانت بتدخل بتشيل الوزن اللي هتقدر تجيب بيه 6 عدات، ويكون 75% من الماكسيمم او الوان ريب ماكس بتاعك. لو انت مثلا زي ما انا قلت لك في تمرين التشيست انت بتشيل 100 كيلو، واقول لك انت هتعمل تمرينه 75% وان ريب ماكس، فانت تدخل تشيل 75 كيلو. عرفت القصه؟ فهم دول المعيارين اللي بتحدد بيهم الوزن اللي انت بتشيله. طبعا الموضوع ده بيختلف بقى عن نوع تمرينك وعلى حسب التريننج فوليوم بتاعك في الاسبوع قد ايه، وعلى اساسه بقى بتبدا تحدد هل هي 75، هل هي 85، هل الريبس ريزيرف بتاعتك 7، هل هي 8. كل ده بقى بيتحدد على حسب جدولك نفسه في الاسبوع. سؤال حلو. ابو محمد الحاجي، كابتن احمد، انا رياضي قديم عمري 40، ومن 3 سنين ملتزم بالتدريب بشكل متواصل، ومعرفت اعمل فورمه قويه وخاصه اسفل الصدر، بطني وجوانب البطن، وعملت كارديو وقللت كربوهيدرات وما في نتيجه، وشكرا لك سلفا. كلامك ده معناه ان انت بتتكلم في مشكله دهون. هو الموضوع كله مش موضوع كارديو كده، ممكن يكون الموضوع كذا سبب. يعني ممكن الكارديو اللي انت عامله يكون اوفر مثلا وزياده عن اللازم، ومقلل الكالوريز بتاعتك زياده عن اللازم، فجسمك وصل لمرحله بلاتو، فانت لازم تبدا تعلي الكالوريز بتاعتك تاني او تاخد دايت بريك. في حاجات كتير. السؤال ده عايم، فلو عايز توضح لي بالظبط او تبعت لي على الانستجرام مثلا وتناقش، افضل عشان نعرف نتناقش في الموضوع ونعرف الموضوع سببه ايه. يعني السؤال بحر، ممكن يكون فيه اكتر من سبب، فبعت لي على انستغرام وارد عليك. رياض الحمد، كابتن، من غير هرمون كم كيلو عضل اقدر اصل كحد اقصى؟ معظم الناس، ومش بقول كل الناس، معظم الناس، يعني خلينا نقول 95% من الناس، ما لناش دعوه بالناس اللي هي جيناتها اوفر قوي، ولا الناس اللي هي جيناتها واقعه قوي، او الناس اللي هي عامه قدرتها انها تبني عضل قليله، ولا الناس اللي هي قدرتها خارقه. معظم الناس، الغالبيه العظمى، انت في الغالب ممكن في اول سنه في الشهر لو انت مبتدئ وما شلتش حديد خالص تزيد مثلا حوالي كيلو في الشهر عضل صافي، لو انت كل حاجه مظبوطه، تمرينك واكلك ونومك وكل حاجه. السنه اللي بعدها الكيلو ده هيبقى نص، السنه اللي بعدها الكيلو ده هيبقى ربع، وهكذا بيفضل يقل يقل. يعني انت من الاخر لو انت واحد منتظم في التمرين 3 سنين، فانت في الثلاث سنين دول في الغالب هتلاقي نفسك جبت الماكسيمم بتاعك. بعد كده هتبدا بقى انت مهتم اكتر بتحسين فورمتك اللي انت عملتها، عضلات مثلا، زوايا تركز عليها، الحاجات البسيطه دي بقى، لكن ككتله عضليه في الغالب زي ما انا قلت لك كده. احمد مصطفى، الراجل ده محترم قوي على فكره. حبيبي يا كابتن، الساعد عندي ضعيف جدا وما بقدرش اشيل وزن جامد في الصدر، خاصه بالدنابل عشان بتعتمد على قوه الساعد. الساعد عندك ضعيف في تمارين عامه للساعد، بس غير كده انت اصلا وانت بتتمرن في العادي الساعد معظم التمارين بيقوى منها لوحده، تمام؟ بالنسبه لتمرين الصدر، تمرين الصدر مش بيعتمد قوي على الساعد، هو طبعا بيبقى ليه دور، لكن تمرين الصدر لو عندك ضعيف ومش عارف تزوده ركز على التراي اكتر. التراي بتساعد في تمرين التشيست بالذات في اللوك، لما تطلع الحته اللي في الاخر دي وانت بتطلع التراي بتبقى بتفرق كتير. بدر السعد، ماذا بعد التنشيف؟ كيف ارفع سعراتي من غير لا تتضرر نتائجي؟ الموضوع على حسب، هل انت واحد كنت بتخس وصلت مثلا نسبه الدهون اللي هي من 10 ل 15 وجسمك بقى شكله شيك ومقسم بس وكده، ولا انت واحد وصلت للاكستريم، وصلت الليفل اللي هو 6% وتحت كده؟ لو انت واحد وصلت من 10 ل 15% نسبة دهون مثلا والرينج ده، فانت لسه الفوكس بتاعك ما بقاش ان انت تعبان قوي وتفكيرك كله في الاكل وحاسس انت ما بتفكرش غير في الاكل وجسمك ضعيف والكلام ده. في الحالة دي انت بس كل الموضوع هتبدا تحسب السعرات بتاعتك تاني، ترجع للمينتنس الجديد، تحسب المينتنس على وزنك الجديد، وبتقدر كده الموضوع مثلا فترة، مش هقول لك افضل احسب على طول، بتشوف بس مثلا لمدة اسبوع اكلك شكله هيبقى عامل ازاي، وعلى اساس ده بتفضل مكمل. لكن لو انت واحد نزلت درجة الاكستريم، الموضوع في مدرستين، في ريفرس دايت وفي ريكفري دايت. هتقولي انت مع انهي مدرسة منهم؟ هقول لك انا مع الريكفري دايت. الفرق بين الاثنين، الريفرس دايت ان انت بتبدا تعلى بالكالوريز بتاعتك تدريجيا، يعني بتزود مثلا كل اسبوع 20 جرام كارب مثلا. طبعا انت لو جبت واحد وصل لنسبه الدهون دي وقلت له هزود لك 10 جرام كارب، انت اصلا كده بتجهزه كده ان هو يدخل في ايتينج ديس اوردر. انت اصلا واحد المينتاليتي بتاعته اتغيرت خالص، اللي وصل للمرحله دي عارف انا بقول ايه، لان انا جربت الكلام ده. الموضوع ده انت عايز تعمل ريكفري، ولازم تكون عندك المايند سيت وتكون متاكد ان انت هتزيد دهون. الحاله دي مش حاله انت ينفع تفضل عليها. ما تجيش تقول لي ما كريستيانو رونالدو 7%، لو انت ربنا خلقك كده ونسبه دهونك قليله ده حماده، ولو انت واحد ضغط على نفسك عشان تقلل نسبه دهونك ده حماده تاني خالص. لازم تعلي الكالوريز بتاعتك على الاقل توصل للمينتنس كالوري على طول الجديده اللي انت عاملها زي ما عملنا في الحاله التانيه، وحاول مع على قد ما تقدر ما تحسبش. هتزيد دهون، لازم هتزيد دهون وانت في المرحله دي، بس تبقى عامل كنترول على نفسك شويه على قد ما تقدر، بحيث ان انت تبقى عارف ان انت توصل مثلا لرينج ال 10% وتبدا بعد كده على الهادي تحاول تحافظ. لكن انت لو فضلت تزود بالتدريج او فضلت في اللي انت فيه ده، فانت لازم تكون عارف ان انت مش هينفع تفضل كده، ما ينفعش تفضل كده. الحاله دي هرموناتك كلها ضربه، دماغك كلها ما تفكرش غير في الاكل، الحاله مش حلوه وما ينفعش تفضل عليها. مجرد ان انت بتعملها شويه كده تفرح بنفسك كده وبتاع وشكرا. انا مش بزن، ده هو اسمه كده.
كابتن احمد، هل لازم احسب الماكروز في الدايت بريك؟ انا عامه بحب الدايت بريك يكون انت بتفضي دماغك من كل حاجه خالص وتمشي كده تمام عشان تفصل نفسك عن الدايت خالص، لكن مش معنى كده انت اوفر. ممكن تحسب لك مثلا يوم او يومين تبقى انت عارف شكل اكلك وكميه اكلك قد ايه، وعلى اساس كده تبدا تاكل من غير ما تحسب. عادي بقى مثلا لو انت كنت بتاكل مثلا طبق رز وفيه 50 جرام رز، بقى 60 عادي، بقى 40 عادي، بس ما تكونش بتحسب عشان ما تفضلش حياتك كلها فوكس على الدايت فوكس على الدايت. بتاخد لك الدايت بريك ده عشان تريح دماغك وترجع للدايت متحمس اكتر تاني. حازم حافظ، الراجل ده سالني 3 4 مرات وكل مره ما بجاوبش على سؤاله عشان بنسى احطه في الفيديو بصراحه، فالراجل ده انا مقصر معاه بس لازم اجاوب عليه. المفروض ان انا ليا احتياج يومي من الكارب والبروتين والدهون مثلا عشان احافظ على الوزن، لو انا بقى بضخم الماكرو دي هتزيد، فبدل ما هاخد 200 جرام كارب عشان احافظ على الوزن هاخد 400 عشان التضخيم، ونفس الكلام على البروتين والدهون. كل ده كمثال مش ارقام حقيقيه. لو انا بقى دخلت اقل من الاحتياج اللي انا عايزه عشان ازيد بحوالي 100 جرام يعني 300 بدل 400، هل ده هيخليني ازيد زياده طبيعيه كافيه؟ الارقام اللي بنحسبها دي كلها ارقام تقريبيه وكلها افريج، يعني انا ممكن اقول لك ان انت هتحسب سعراتك عشان التنشيف وسعراتك عشان التضخيم، لكن الموضوع بقى بعد ما انت بتحسب السعرات دي بتبدا تجرب، وعلى اساس ما انت بتجرب بتبدا تشوف يمكن انت حسبته ده يكون اكتر يمكن انت حسبته ده يكون اقل. انت مثلا دخلت 300 بدل 400 جرب وشوف. انا مش هقدر اقول لك هتزيد هتقل، عادي. انت ممكن واحد يكون حاسب ان هو هيزود 500 كالوري ويجي يزود 100 كالوري نفسه بيزيد، يبقى الرقم اللي هو كان حاسبها زياده، على حسب الارقام انت مقدرها ازاي، على حسب الميتابوليزم عندك عامله ازاي. ممكن النهارده مثلا يكون انا عندي يوم فرهضه في الشغل او الاسبوع ده فرهضه في الشغل، الكالوريز اللي هحرقها هتكون اكتر بكتير من الايام العاديه بالنسبه لي في الشغل مثلا انا قاعد طول اليوم على المكتب، فالموضوع بيتغير، الموضوع مش ثابت. فانت امشي على اللي انت بتقول عليه ده وشوف، شوف الموضوع هيوديك فين ويجيبك منين. سيما انا رايح المصيف بقالي شهرين ما خدتش فيه، ينفع اخد كمان لو ينفع اخد فيه دواء يقلل من امتصاص الديون عشان خايف ازيد؟ والله وعلى حسب الفري قد ايه، لو الفري فري على البحري والمصيف كله هتاخديه فري لا، ممكن تاخدي الفتره دي دايت بريك ان انت تاكلي عند الكالوريز بتاعه المينتنس بتاعتك بالهادي كده تمام. عايزه تاخدي لك يوم فري بلاش يوم، عايزه تاخدي لك مثلا وجبه فري كده ولا حاجه ماشي، لكن بالنسبه لو في دواء عشان يقلل امتصاص الدهون انا على حد علمي انا ما اعرفش حاجه كده ولا دورت على حاجه كده، وانا دايما بحاول اتجنب اي حاجه من الحاجات دي بصراحه. انا بحاول دايما ان انا اعود نفسي واتعود ان انا اكل واعيش حياه من غير اي عوامل تساعدني من بره ان انا اعمل الحاجه دي، لان الحاجه دي انا لو خدت هاخد شويه مثلا دواء وبعد كده هبطله، ما انا خلاص اتعودت على طريقه الاكل دي، فتعودي على طريقه الاكل المظبوطه تعرفي تكملي عليها بقيه حياتك من غير اي ادويه. يحيى، ازاي تعرف اذا كنت مبتدئ او متوسط في التمرين؟ يعني لو شخص يتمرن سنه بس مش على طول نقول عليه مبتدئ؟ السؤال ده هينفع ناس كتير قوي، كل الناس اصلا في البدايه بتبقى ماشيه بتتقطع. من الاخر عشان تعرف انت مستواك ده مبتدئ ولا لا، اولا في معايير لشيلك في الاوزان اللي انت بتشيلها بتحدد هل انت مستواك مبتدئ متوسط ولا متطور. تاني حاجه، انت مقارنه باول يوم انت داخل الجيم انت شايف نفسك ايه؟ هل انت في اول يوم ليك في الجيم كنت بتشيل 10 كيلو في التشيست، هل انت لسه بتشيل 10 كيلو؟ اكيد يبقى انت لسه مبتدئ. طيب هل انت اوزانك دي اتطورت وصلت لقد ايه؟ وعلى اساسها بتبدا تحدد. لو انت شايف ان انت اوزانك بتزيد، شايف ان انت ادائك في التمرين بيتحسن، فانت كده بتتطور. اسلام مزوره، انت بتاخد منشطات؟ هو 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 يا ده انا حياتي كلها منشطات. منشطات ايه يا معلم؟ انا بقول لك انا 65 كيلو 65 كيلو. على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، موضوع انت بتشوف حد وتلاقي جسمه منشف ومقسم وتحس ان هو ضخم وبتاع، كل ما بتخس وانت عندك كتله عضليه معقوله كل ما بيبان ان انت اضخم، بالذات لما بتقلع هدومك. يعني مثلا لما بتشوفني على الكاميرا لابس الكت وبتاع ودراعي شكله ما اعرفش ايه ونافض وبتاع، لا انا في العادي اصلا جسمي مش ضخم، انا جسمي صغير جسمي مش كبير، لكن في اللبس تلاقيني مثلا زي دلوقتي كده جسمي واحد عادي خالص ما فيش اي حاجه خالص. فلا ما باخدش اي منشطات خالص ولا بفكر في الموضوع ده اصلا خالص يعني. بس كده يا جماعه انا كده خلصت الفيديو. اللي حابب فيكم يتدرب معايا اونلاين ما ينساش يبعت لي على الويب سايت اللي انا كاتبه تحت هنا، وانا عامل ديسكاونت 30% لحد نهايه شهر سبتمبر. اللي عايز يتمرن معايا شهر او 3 شهور او 6 شهور يكتب الكود اللي هيطلع له على الشاشه هنا وهتلاقيه في الديسكربشن بوكس تحت، يكتبه انت بتعمل تشيك اوت في الويب سايت هيجي لك ديسكاونت 30%. ولو عجبك الفيديو وانا جاوبت لك على السؤال بتاعك ما تنساش تدوس لايك، ولو ما جاوبتش على السؤال بتاعك اكتب لي في الكومنت تحت فكرني بس ان انا اجاوب لك على السؤال وهجاوب لك على الفيديو الجاي، واعمل شير الفيديو عشان الناس اكتر تستفيد بيه. ولو انت جديد في القناه او مش عامل سبسكرايب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس على الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.